السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن على موعد مع الحديث رقم 3 مع الحديث الثالث 100 حديث للحفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. ونأخذ من هذا الحديث إخواني وأخواتي ألا نظن بالآخرين إلا خيرا، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ياريت نحفظ الحديث نكتبه في تعليق، وعندنا القناة الجديدة تكون موجودة في صندوق الوصف وفي أول تعليق إن شاء الله في مثبت. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه. ما تنسوش إعجاب والصلاة على الحبيب النبي. السلام عليكم.